السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا هذه الحصة غنشرح معكم الامتحان الوطني ديال 2022 اوبسيون سيونس مات، بالضبط لابارتي ديال لي زوند. إذا عندنا واحد الأول هي اون سيكسيسيون ديال لي زوند اللي كتوقعوا في البحر. إذا ملي كيجي هذيك دوك لي زوند كيجيو لواحد البور، واحد المدخل ديال واحد البور، كاين هنا واحد الباساج اللي لا ديستونس ديالو تساوي 20 متر، ولا ديستونس اونتر دو زوند سيكسيسيف هي 20 متر. اذا اول ملاحظه خاصكم تلاحظوا انه هاد الدي هادي اللي هي تنسميوها لاندا، لان هاد لي زوند اللي هما بيريوديك، اذا هاد لاندا هادي اصغر او تساوي من ا. اذا غادي توقع لنا لا ديفراكسيون. اذا ابري لو باساج ديال هاد ا هذا غتوقع لنا لا ديفراكسيون دوك لي زوند، مفهوم؟ اذا تري بيان. اذا قال لك السؤال الاول دوني لو نومبر دافيرماسيون جوست بارمي لي زافيرماسيون سويفونت. اذا غادي نكتبوا هنا غير العدد بحال دابا في الامتحان الوطني، ما تكثروش، ما تبقاوش كثروا بزاف، ديريكت تعطي ديريكت الجواب بالضبط. هنا اشنو قال لك؟ قال لك دوني لو نومبر دافيرماسيون جوست بارمي لي زافيرماسيون سويفونت. اذا غادي نقراو الاولى، اون اوند ايديت بروغريسيف سي سون امبليتود اوغمونت افيك لو طون. اذا غلطه، ما عندهاش علاقه لومبليتود، ما عندهاش علاقه بلا بروغريسيون ديال لوند. اون اوند اي دي ترانسفيرسال كون لا بيرتورباسيون سو في دو بروش اون بروش. اذا اون اوند اي دي ترانسفيرسال سي لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون اي بيربونديكولير ا لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. اذا هذه حتى هي خطا. لا ديسبيرسيون اي تان فينومين سوفون يوتيليزي بور ديمونتري لا ناتور اونديلاتوار دو لا هول. إذن pour démontrer la nature ondulatoire ديال واحد الظاهرة مثلا في هذا الحالة بحال دو لا هول، إذن ماشي لا ديسبيرسيون ولكن تنسميوه لا ديفراكسيون. إذن سوني با لا ديفراكسيون مي سوني با لا ديسبيرسيون مي لا ديفراكسيون. إذن la célérité d'une onde mécanique progressive dépend de l'amplitude de la perturbation. إذن la célérité ne dépend pas de l'amplitude de la perturbation. Donc, il peut être dépend du milieu de propagation. Donc, ماشي de l'amplitude. Et donc, كلهم 0. Et donc, dans 0, affirmation juste. Et donc, غنمشيو ل 2. Déterminer la vitesse de propagation de cette houle. Et donc, la vitesse de propagation V, كما قلنا هي D sur delta T. أولا في هذه الحالة بما أن عندنا une onde اللي هي périodique. Et donc, هذه هي lambda. ولكن في هذه الحالة عطاوناني في D نحتفظوا بالD. D sur delta T. اللي هي لو طون كي سيبار دو زوند سوكسيسيف. اذا كنمشيو لحنا عندنا هنا، اذا عندنا هنا لي لونغاسيون ديال لو بوان ام بارابور او طون. اذا هذاك لو بوان ام غادي يطلع ويرجع عاوتاني لتحت وعاوتاني يطلع، يطلع من اللي تجيه الموجه الاخرى. اذا شكون هي دلتا تي اللي كتفرق بين جوج موجات متتاليه؟ اذا هي هذا لو طون هذا من هنا، اذا هذا لو طون هذا من هنا حتى لهنا. اذا الا حسبناه مزيان، اذا قال لك جوج مربعات يساوي واحد سكوند، اون سكوند. اذا عندنا شحال عندنا من مربع؟ اذا من هنا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. اذا عندنا ثمانية ديال المربعات، وبالتالي عندنا شحال؟ أربعة سكوند. اذا عندنا أربعة سكوند، اولا جوج مربعات كيساوي واحد سكوند. اذا عندنا هنا من هنا حتى لهنا واحد سكوند، 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Et bien sûr, c'est mieux à T maintenant. C'est mieux à T. Et là, on va dire qu'il y a 20 sur 4 secondes. Et dans la ratatine, il y a 5 mètres par seconde. Et dans la vitesse de propagation, il y a 5 mètres par seconde. Même chose 3. Représenter dans l'intervalle T entre taux et 6 secondes l'allure de l'élongation Yn d'un point N du ballon B situé à une distance MN égale 10 mètres. Là, le ballon A fait le point M. Et le ballon B, maintenant, fait le point N. Entre MN, la distance MN égale 10 mètres. Ça va? Très bien. Et dans le temps, vous avez l'élongation de YN en fonction du temps. Et dans le renversement, ça va? Et dans le temps, vous avez هذيك طو. اذا شكون هي طو؟ اللي هو التاخر لو غوتار تومبوريل اونتر ام اي ان. اذا اش كنا قرينا؟ قرينا بان في تساوي دي سور دلتا تي.
إذا أونتخ النقطة M و N، أونتخ M و N كاين هذاك لو غوتار طومبوريل، إذا طو تساوي M N سور في. M N هي 10 على في هي 5، إذا هي جوج سكوند. إذا الانترفال دو طون ديالنا غادي يكون هو T أونتخ 2 سكوند و 6 سكوند. إذا غادي نرسموها بلون أصفر، إذا نرسمو Y N باللون اللي هو صفر. إذا نرسمو ليلونغاسيون ديال Y N فاش في 2 S بين جوج S و 6 S. إذا في جوج S جوج سكوند يلا غادي توصل الموجة لأش ل N. إذا الموجة مثلا في T0 في صفر وصلت M، وصلت M في هاد النقطة هادي في هاد البلاصة هادي، أبخي 2 سكوند يلا غادي توصل N. إذا فاش غادي توصل النقطة N، N غادي تعاود نفس الحركة اللي دارت M فاش كانت وصلتها الموجة. إذا أول حركة كانت ليلونغاسيون ديال M في هاد البلاصة هادي، اذا من هنا غادي تبدا انتهي، غادي تعاود نفس هذه الحركه هذه، ولكن في ان انترفال دو طون اللي هو اونتر جوج سكوند و 6 سكوند، اللي هو تقريبا اللي هو تي، اللي هو تي تساوي 4 سكوند. مفهوم؟ اذا غادي تبدا من هنا، اذا غادي تطلع، غادي تعاود نفس الحركه، اذا نفس الحركه ديال هذه، وغتنزل من هنا. واش واضح؟ نتوما غادي ترسموها في ورقه التحرير بطبيعه الحال، انا غير كنشرح لكم كيفاش غادي ترسموها. دا غتمشي من هنا وغتنزل، دا غتنزل وغتدوز من منتصف بين هنا وهنا، دا غتدوز من هاد النقطة هادي تقريبا، وغادي تبقى غادية. إذا ملي غادي تدوز من هاد النقطة هادي غادي تقطع هنا، وغادي تقطع في هاد النقطة هادي بالضبط، وغدوز هكا تقريبا، غادي تطلع من واحد البلاصة هكا، وغادي تطلع من هنا، وغادي تقطع هنا. اذا بين جوج و 6، اذا جوج 3 4 5، جوج 3 4 5 6، اذا هنا هو 6 سكون. اذا حدنا هنا غادي تطلع هنا، فين غادي تطلع؟ اذا في 6 غادي تكون وصلت هنا، اذا غتوصل لهاد البوان هذا. مفهوم؟ تري بيان. إذن هذه هي ليلونغاسيون، إذن هذا هو الرسم ديال ليلونغاسيون دو ان اونتر جوج سكوند اي 6 سكوند. إذن نمشيو ل 4، قال لك لاول اتا لونتري دو بور ديتيرميني لونغل الفا كي ديليميت لا زون توشي بار لو فينومين كي سو برودوي لور دو باساج دو لاول. إذن قلنا هادو لي تيجيو فيرتيكال غادي توقع عليهم لا ديفراكسيون. شكون هي لا ديفراكسيون؟ هي لو شونجمون دو لا ديريكسيون de propagation de l'onde. Et donc l'onde il est maintenant perpendiculaire à la courbe parallèle, va être circulaire. فهم؟ ولكن كتحتفظ بنفس المسافه، يعني لاندا لا ميم لاندا، هنا غادي تكون عاد ثاني دي، راه يعني 20 متر، وغتحتفظ بنفس لا فيتاس دو بروباغاسيون، وغتحتفظ بنفس لا فريكونس. فهم؟ نو او بيان ان، راه بحال بحال كما تديو. اذا غادي يكون عندها لي ميم كاركتيريستيك ديال لوند اللي جات انسيدونت. مفهوم؟ لي ميم كاركتيريستيك. شكون هو الحاجه الوحيده اللي كتغير؟ هي لا ديريكسيون. الا جات بحال هكا فيرتيكال كتخرج سيركولير. دابا بغينا نعرفو شكون هي لوند الفا. قال لك لوند الفا كي ديليميت لا زون توشي. اذا لوند الفا هو هذا الشيء كامل بحال قلتي شديناه الوسط. اذا هنا هاد الزاويه هذه كنا تنسميوها تيتا، بحال الا عقلتو في لا ديفراكسيون دي زوند ليمينوز. اذا هذه عاود ثاني هي تيتا. اذا شكون هي الفا؟ الفا هي هذه الزاويه كامله، هذه كامله من هنا حتى لهنا. مفهوم؟ هذه هي الفا. اذا كي دينيميت لو فينومين كامل، لو فينومين دو ديفراكسيون. اذا الفا بعدا شنو غادي تساوي؟ الفا غادي تساوي جوج تيتا. اذا نفس داكشي اللي خدمناه في لي زوند ليمينوز، راه حيت لا ديفراكسيون سي تان فينومين كي كاركتيريز لي زوند. كيما بغات تكون هاد لوند الا كان واحد الفينومين راه تنقولوا ليه اوند، يعني راه كتوقع عليه لا ديفراكسيون. لا ديفراكسيون راه هي لا ميم. اذا انا بغيت نحدد الفا، انا اللي قريت في الدرس هو تيتا. اذا تيتا اش قريتها كتساوي؟ كتساوي لاندا سيغ ا. شكون هي لاندا عندي في هاد الحاله؟ لاندا عندي هي دي. اذا هي دي سيغ ا. دي سوغ ا غتعطيني هي 20 على 20 ايكال ان راديو، واحد راديو. و الفا وبالتالي الفا شحال غتساوي؟ غتساوي جوج ف
و تيتا تساوي جوج راديو. إذن ألفا، إذن لونغل ألفا كي ديليميت لازون توشي بار لو فينومين كي سو برودوي لور دو باساج دو لا هول هو جوج راديو. إذن كنتمنى تكونوا استفدتم مزيان من هاد الحصة، شكرا على حسن انتباهكم. إذن باقي غادي نكملو صحيح ديال الامتحانات أخرين، صحيح تمارين، شرح ديال الدروس، كلشي غادي يكون إن شاء الله. شكرا على حسن انتباهكم.